وخلينا اقول لكم طبعا ان مصر اتخذت اجراءات يمكن صعبه شويه فيما يتعلق بمجال الاصلاح الاقتصادي، ولكن كان هناك ايضا انشطات دوليه من منظمات دوليه مختلفه، ومنهم ايضا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بما حققته مصر. وكان يمكن من التحديات الكبيره عندنا انه في اثناء فتره الاصلاح الاقتصادي يكون في اجراءات للحمايه الاجتماعيه اللي تقدر مصر ان هي توفرها للمواطنين، وبالتالي تقلل عليهم ضغط فكره الاصلاح الاقتصادي، وايضا تحقق قدر من العداله في توزيع الثروه والوصول للفئات الاكثر احتياجا. خلينا ناخد من حضراتكم يمكن مجموعه من الامثله المختلفه وهنتابعها في التقرير التالي، لانه ايضا هذه التجربه ساعدت دول الان ان هي تحاول تكرارها، خاصه فيما يتعلق باجراءات الحمايه الاجتماعية زي التكافل والكرامة وغيرها أيضا من الإجراءات اللي تم اتخاذها. خلينا نتابع مع حضراتكم. إجراءات الحماية الاجتماعية في مصر حققت نجاحاً كبيراً مع نتائجها التي ظهرت على أرض الواقع وانعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري، وهو ما تردد صداه في العالم بإشادة البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة أبرز برامج الحماية الاجتماعية المصرية. ويعد برنامج تكافل وكرامة نموذجاً عالمياً لشبكات الحماية الاجتماعية، ويسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدماً الآليات الوطنية المصرية للتنفيذ، حيث بلغت المشروعات ضمن الهدف الأول للبرنامج المعني بالقضاء على الفقر 20 مشروعاً بقيمة 1,328 مليون دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني المعني بالقضاء التام على الجوع 17 مشروعاً بقيمة 486 مليون دولار. وبلغ حجم التمويلات التنموية التي استطاعت وزارة التضامن الاجتماعي الاتفاق عليها منذ يناير الماضي 7.3 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة، وإطلاق الوزارتين مشروعاً جديداً لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً والمتضررين من جائحة كورونا. نتائج الاجتماع الذي عقدته بعثة البنك الدولي حول تمويل سياسات التنمية بين وزارتي التضامن والتعاون الدولي والتنسيق بينهما على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال شبكة الحماية الاجتماعية، وأهمها برنامج تكافل وكرامة الذي حظي بإشادات دولية عديدة أبرزها من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تهدف إلى أن يصبح عام 2021 عام عرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي على المجتمع الدولي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التعاون وكذلك دعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، خاصة المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، خاصة أن برنامج الأغذية العالمي ينفذ في الفترة الحالية مع مصر استراتيجية تعاون حتى عام 2023 يستهدف من خلالها دعم 500 قرية مصرية.